أمل، إذا كانوا بيكملوا بعض بتكون الصداقة أقوى. طبعاً معك حق 100% جورافي. شوي وبرجع. ماشي، كل الأمور تمام؟ إيه إذن. شو هالبنت الظريفة؟ عن جد ما عم صدق، أنت كيف ترفض تتزوج من هيك بنت؟ لا أنا عن جد أنت واحد ما بتفهم. إيه اسمعي شوي، حتى هي بعتقد إنه ما بت عن جد؟ أنت رح تضل كل عمرك بالعقل. أنت أكثر حدا مزعج بالعالم. أنوج أنت بالعقل. أنت ما بتفهمي. أنوج أنت. لا أنت، وما بس بتفهمي شي بالحياة. شلونك؟ أهلين، كيفك؟ لو سمحت شوف الأخ شو بيطلب، شو بتحب؟ ما في داعي شكراً، اللي أنت مبسوط؟ إيه، يعني كيف بدي يكون مبسوط؟ وأنا طلبت نوع وما عنده منه، لهيك عم دبر حالي بهذا. بس هيك ما بيصير، لازم صاحب الحفلة ينتبه على التفاصيل هاي. ايه. لازم كل شيء بيطلبوه الضيوف يكون موجود، يكون صحيح. عنده كل شيء 100%. ما في كل شيء ما في حفلة. بس انت ما بتشرب غير من هذا النوع يا عم. ايه. رغم انه العالم كله اللي هون مختلفين عنك وما كتير بيوافقوا. مختلفين عني؟ انت عم تحكي عني وكأني مختلف كتير عنكم. عن جد عيب هالحكي هذا. وافقك تمام، صح صحتك. وبالاول انت شخص كتير رائع ونحن بنتشرف بوجودك بالحفلة معنا هون. اهلا وسهلا. رفقاتي بيقولوا عني عن جد اني شخص رائع. اهلا وسهلا بابا. لو سمحت ماما بدها اياك. خليني اخلص بايدي بالاول. بدها تحكي معك. شو بدها هلا؟ هي مرتي رهيبه باوقاتها. نسوان كلهم. يلا يلا انا جاي. لحظه شو بس نعمل؟ ايه الغطا ليك معك؟ غطا غطيها بعدين بكفيها، لا تعطيها لحدا. ها ليكني راجع. يلا ليك ما تطول. شو هالشوفه؟ مرحبا شريا. أهلين فيك يا أختي. أنتي طلبتي مني أنسى كل قصة العرس، وأنا سمعت كلمتك. أنا قلت لا، وطبعاً ماما لقيت الحل، وأنتي رفضتي تتزوجي أخي الكبير. أنتي كسرتي قلبي وجرحتيني. شو رأيك نحتفل؟ شو بتحبي تشربي؟ شوفي شريا، جورافي ما عملت هيك عن قصد. هذا كان خيار. اترك أخي مجروح. أوه عن جد أنك أنتي حساسة وكتير بهمك مشاعري. عن جد آسفة. انتي كان عندك الفرصة، صح؟ كان في فرصة انه اخوك يقدر يتزوجني، بس انتي ما بدك. انتي احرجتيني قدام كل العالم. لا مو مثل ما انتي عم تفكري، اخوك هو اللي اتصل وعزمنا كلنا على الحفلة. حلو، وانتو كتير قنوعين بتسمعوا من اخي. طلب منك تزوجيني لاني كيت، ولكن ما عملتي شي. يلي عملتي انك زليتيني قدام كل رفقاتي. شريا انا بحكي معه. عمو الواضح انه انت اجيت على حفلتنا مع اولادك لتشرب ببلاش. ما عندي مشكله بهذا الشيء، اقعد بقسم الناس المهمين واشرب ببلاش قد ما بدك. نحن عاملين هاي الحفله مشان الناس اللي مثلكم تنبسط ببلاش، وانا ما عندي مشكله بهالموضوع بنوب. بس انت شو قصدك بهالحكي؟ اخي انت بس فهميني شو اللي عم بيقوله. انا ما عم بقول شيء غلط، انت اللي لازم تحكي. هاي اجيتي لهون مع كل اهلك، قولي شو خطتك؟ محاولات جديده؟ يمكن هالمره تزبط معك. هديك المرة فشلتي كأنك كلكن حرامية وضيعين. لحظة جرع.